السلام عليكم مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل ستيت جايد. الفيديو دوت أنا هتكلم فيه عن تخصيص منطقة الـ MU7، عامل عنها تحديث للأسعار بتاعة 2023. هتكلم عن كل مشروع بتحديث سعر المتر اللي واصل ليه حاليا، وهنقارنه كمان بالأسعار بتاعة السنة اللي فاتت. هنشوف إيه المساحات المتوفرة حاليا، أنظمة السداد، الخصومات اللي عاملها كل مطور، بالنسبة مواعيد الاستلام، نسبة الإنشاءات اللي واصل ليها كل مطور، أو بمعنى أصح الإجراءات القانونية اللي واصل ليها كل مطور حاليا، لأن أغلب المطورين لسه ما خدوش الرخصة بتاعة الإنشاءات في المنطقة دي. فإحنا هنشوف مين المطور اللي بدأ ومين المطور اللي هو لسه جاري استخراج الرخصة بتاعة الإنشاءات بتاعته. تمام، أنا هتكلم طبعا عن الأبراج اللي هي الصف الأول، اللي هي واخدة وجهة مباشرة قصاد منطقة الـ MU10 اللي هي موجود فيها الأبراج الصينية. فده كده برضو بشكل مبدئي، يعني هنركز على الحاجات اللي هي ليها الأهمية بمعنى أصح. يعني دي كده بقى منطقة الـ MU7. احنا هنتكلم عن المشاريع اللي هي على محور بن زايد الشمالي، ابتداء من 60 ايكون تاور الموجود في القطعة ديت، وفي عندنا هنا تاج تاور برضو لشركة تاج مصر. طبعا 60 ايكون تاور لشركة البروج مصر، عندنا مشروع كوان تاور من المشاريع المميزة اللي تعتبر تاني نمرة على طول، موجودة هنا لشركة كونتاكت. عندنا دبل تو تاور لشركة النخيل موجودة هنا برضو. في دايموند تاور برضو شركة أمازون جنب منطقة البارك في الأريا ديت. في بعد كده انفينيتي بتاع باشمهندس أسعد سلامة، شركة انفينيتي للتطوير العقاري موجودة هنا جنب 60 ايكون تاور. فدي كده بشكل عام يعني اغلب المشاريع اللي انا هتكلم عنها في منطقه الـ MU7، يعني المشاريع اللي هي ذو اهميه اكبر بمعنى اصح. ده كده شكل التصميم الخارجي لـ 60 ايكونيك تاور، المطور العقاري بروج مصر، الاستشاري الهندسي شركه دي اس اي، وطبعا المشروع تخصيص تجاري واداري وفندقي هيتعمل فيه فندق الموبامبيك تحت اداره شركه اكور جروب. الموقع بتاع المشروع زي ما قلت لحضراتكم هو بالظبط موجود هنا جنب انفينيتي تاور في القطعه ديت. المشروع دوت ارتفاعه 180 متر ارضي و42 دور بخلاف البازمنت. هتكلم مع حضراتكم عن الاسعار بالنسبه للتجاري السنه اللي فاتت والاسعار الحاليه. السنه اللي فاتت كان سعر المتر التجاري في الدور الأول كان بيبتدي من 149 ألف لحد 176 ألف، وفي الدور الأرضي كان سعر المتر بيبدأ من 199 ألف لحد 274 ألف. ده كده بالنسبة للتجاري. بالنسبة لسعر التجاري في 2023 بيبدأ من 200 ألف جنيه في الدور الأرضي، والمحل أقل محل متوفر بيبقى عامل 9,120,000، ده بيبقى مساحته 32 متر. وبالنسبة للدور الأول أقل محل 37 متر، السعر بتاعه هيبقى عامل 7,770,000 جنيه. بالنسبة للمكاتب الإدارية السنة اللي فاتت كان سعر المتر بيبدأ من 57 ألف لحد 85 ألف جنيه. وبالنسبة للوحدات الفندقية كانت بتبدأ من 82 ألف لحد 91 ألف جنيه السنة اللي فاتت في 2022. دلوقتي بقى في 2023 سعر المتر الإداري بيبدأ من 95 ألف، وأقل مكتب يبقى عامل 54 متر وسعره عامل 6,723,000. وبالنسبة لوحدات الفندقية سعر المتر بيبدأ من 145 ألف، بيكون طبعا تشطيب بالفرش بالأجهزة بكل حاجة، وأقل وحدة فندقية 54 متر سعرها هيبقى عامل 7,938,000. بالنسبة لنظام السداد في الدور الأرضي بيبقى المقدم 15% والباقي على 7 سنين مع خصم 10%. الدور الأول لحد الدور الـ 32 في نظام سداد بمقدم 10% والباقي على 6 سنين مع خصم 10%، وفي نظام 15% مقدم والباقي على 7 سنين بخصم 15%. خصم الكاش 35%، والمشروع طبعا قدامه لسه مش أقل من 3 سنين، والصيانة 10%، وهما دلوقتي شغالين في الموقع برضه. ماشي، ودي كده صورة لطبيعة الإنشاءات الموجودة في 60 ايكون تاور. طيب هنتكلم دلوقتي عن تاني مشروع، دايموند تاور لشركة أمازون، الاستشاري باشمهندس أسعد سلامة. المشروع عبارة عن 52 دور بخلاف البيزمنت، بيكون فيه 5 أدوار باركينج، بتبقى أندر جراوند. طبعا بالنسبة للتجاري أسعاره السنة اللي فاتت كان بيبدأ سعر المتر من 180 ألف
أقل حاجة. وبالنسبة للفندقي سعر المتر كان بيبدأ من 85 ألف، دي أسعار السنة اللي فاتت. بالنسبة للإداري سعر المتر كان بيبدأ من 53 ألف، تمام؟ طيب الأسعار بتاعت السنة دي، في التجاري سعر المتر بيبدأ من 205 ألف لحد 255 ألف. الدور الأرضي المساحات بتبدأ من 47 متر، والسعر بيبدأ إجمالي سعر اليونت هيبقى عامل 11 مليون 277 ألف. الدور الأول المساحات هتبدأ من 32 متر، اللي هي الدور بتاع الفود كورت، والسعر هيبدأ من 8 مليون 92 ألف. في الدور الثاني اللي موجود فيه منطقة السكاي فيو، المساحات بتبدأ من 32 متر، ودي سعرها بيبقى عامل 6 مليون 608 ألف جنيه. بالنسبة لسعر المتر الإداري في 2023 متوسط 93 ألف، وده بيكون من الدور الرابع لحد الدور 38، بيستلم طبعا تشطيب كامل بالمكيفات. المساحات هتبدأ من 49 متر، السعر بتاعها بيبدأ من 4 مليون 681 ألف. أقل مكتب واخد فيو للبرج الأيقوني هيبقى 82 متر، وده سعره هيبقى عامل 9 مليون 326 ألف. بالنسبة لآخر 7 أدوار دول هيكون مخصصين للفندقي، بس ده لسه مفيش طرح فيها، هيكون الطرح قريب إن شاء الله. التقسيط مقدم 10% والبيع على 6 سنين أقساط متساوية، الاستلام طبعا مش قبل 4 سنين، الصيانة 10% بتدفع قبل الاستلام ب6 شهور، وهم حاليا بالفعل خدوا رخصة الإنشاءات. طبعا ده الموقع بتاع المشروع بالظبط كده، هو موجود هنا اللي هو دايموند تاور، وده كده فيديو لطبيعة الإنشاءات الموجودة في المشروع حاليا. هتكلم دلوقتي عن مشروع تاج تاور لشركة تاج مصر. الموقع بتاعه يعتبر أقرب مشروع للبرج الأيقوني، المشروع دوت أو قطعة الأرض ديت. مبدئيا المشروع دوت ارتفاعه 180 متر، من الأرض الخامس تجاري، ومن السادس فما فوق بيكون إداري. خلينا نتكلم عن الأسعار بتاعت السنة اللي فاتت في تاج تاور. سعر المتر التجاري كان بيبتدي من 130 ألف لحد 270 ألف، وسعر المتر الإداري كان بيبدأ من 51 ألف لحد 75 ألف جنيه، دي أسعار 2022. بالنسبة للأسعار الحالية في 2023، بالنسبة للتجاري سعر المتر بيبدأ من 215 ألف لحد 300 ألف، والمساحات بتبدأ من 15 متر لحد 110 متر. الإداري سعر المتر فيه بيبدأ من 85 ألف لحد 100 ألف، والمساحات بتبدأ من 48 متر لحد 78 متر. نظام السداد مقدم 20% وأقساط على 10 سنين، وفي مقدم 15% والباقي على 9 سنين. الصيانة بتبقى 10% بتدفع قبل الاستلام بسنة. طبعا احنا بنتكلم في الاستلام مش قبل 4 سنين، وهما لسه حاليا ما خدوش الرخصة بتاعت الانشاءات، لسه جاري استخراج الرخصة. بس هما عموما كشركة يعني مسابقين الجدول الزمني بتاعهم في كل المشاريع بتاعتهم في العاصمة، ابتداء من كومباوندات في الار 8 وفي الار 7 والمشروع بتاع اسدان اللي موجود في الداون تاون. دلوقتي عن مشروع ايست تاور لشركة يو سي. دي قطعة الأرض بتاعت إيست تاور هنا، هي جنب على طول أمازون اللي هو دايموند تاور بتاع شركة أمازون، الاتنين جنب بعض. إيست تاور الأسعار بتاعته في السنة اللي فاتت كان بيبدأ التجاري من 176 ألف، والإداري كان بيبدأ من 56 ألف، والطبي كان بيبدأ من 65، والفندقي كان بيبدأ من 85 ألف. حاليا الأسعار بتاعت السنة دي يعني بالنسبة للتجاري، في طبعا الدور الأرضي والأول والتاني، هنتكلم إن أقل حاجة كانت في الدور الأرضي متوفرة دلوقتي بتبقى 31 متر مع أوت أريا 11 متر، دي بتبقى عاملة 13 مليون و500 ألف جنيه. الدور الأول أقل مساحة 31 متر بتبقى عاملة 9 مليون 42 ألف. الدور الثاني أقل مساحة 41 متر اندور مع أوت دور 33 متر، دي هتبقى عاملة 15 مليون 588 ألف. طيب بالنسبة للإداري بيبتدي معانا من الدور السادس لحد الدور 24. طيب بالنسبة لأقل يونت في الإداري هتبقى عاملة 32 متر، وسعرها هيبقى عامل 4 مليون 220 ألف جنيه. أوكي، الشقق الفندقية موجودة في الدور 25 و26، مساحات 63 متر، ودي سعرها بيبتدي من 8 مليون 870 ألف جنيه.
طبعا كل الاسعار دي بتكون قبل الخصومات وكده. هوري لحضراتكم برضو نظام السداد، دي كده أنظمة السداد بالنسبة للمشروع. في نظام مقدم 10% على 6 سنين مع خصم 15%، 15% على 7 سنين، و20% على 8 سنين مع خصم 20%، و25% على 9 سنين مع خصم 25%، ونظام 10 سنين بخصم 10% ومقدم 15%. طبعا بيكون في دفعة 10% بعد أول سنة، ودفعة تانية 10% بعد تاني سنة. هم حاليا شغالين في الموقع وهيبدأوا تنفيذ يعني الخوازيق في الأرض من شهر 6 اللي جاي إن شاء الله، خلال يعني أسابيع بسيطة إن شاء الله. يعني الصيانة بتكون 10%. في بعد كده مشروع إنفينيتي، شركة إنفينيتي للتطوير العقاري المهندس أسعد سلامة. التاور دوت ارتفاعه أرضي 33 دور بارتفاع 200 متر. هما حاليا يمكن واصلين لإنشاءات الدور الـ20 أو معديين كمان دلوقتي الدور الـ20. هتكلم بالنسبة للمساحات والأسعار. هما حاليا طرحين الإداري، يعني آخر الأسعار بتاعة الإداري كان في الدور الـ26. المساحات اللي هي بتبقى واخدة فيو ناحية الحي السكني الثالث وناحية الحي الحكومي أو كده، المساحات بتبدأ من 118 متر لحد 189 متر، وسعر المتر بتاعها بيبدأ من 92,250 جنيه لحد 105,500 جنيه. إجمالي سعر اليونس بتبتدي أقل حاجة من 10,800,000 لحد 19,900,000. أما بالنسبة للوحدات اللي هي واخدة فيو مباشر على الأيكونيك تاور وعلى محور بن زايد والنار الأخضر، المساحات بتبدأ من 170 متر لحد 266 متر، وسعر المتر بيبدأ من 108,500 جنيه لحد 129,000. إجمالي الأسعار بتبدأ من 18,400,000 لحد 26,300,000. الاستلام بيكون نص تشطيب. طبعا المرحلة الثانية في المشروع استلامها هيكون في الكوارتر الثاني من 2025. نظام السداد بيكون مقدم 10% والباقي على 5 سنين، وفي 15% على 6 سنين، وفي 20% على 7 سنين، وديعة الصيانة بتكون 9%. طبعا زي ما حضراتكم كده الإنشاءات الموجودة في المشروع دي تعتبر كمان صور قديمة، فهم يعتبر محققين أعلى نسبة إنشاءات أصلا موجودة في منطقة MU7 تحديدا. هتكلم دلوقتي عن مشروع كوان تاور لشركة كونتاكت. انا قلت لحضراتكم الموقع بتاعه وموجود هنا بالظبط القطعه ديت. تمام. المشروع دوت عباره عن ارضي و24 دور. هو عباره عن من الدور الارضي لحد الدور الثالث تجاري، والدور الرابع والخامس طبي، ومن الدور السادس للدور الـ24 اداري. طيب اولا بالنسبه للدور الارضي، المساحات بتبدا من 29 متر، وسعر المتر بيتراوح من 175,000 لحد 190,000. الدور الأول المساحات بتبدأ من 39 متر، وسعر المتر بيبدأ من 135,000 لحد 150,000. الدور الثاني في التجاري سعر المتر بتاعه بيبدأ من 164,000. وبالنسبة للدور الثالث المساحات بتاعته بتبدأ من 25 متر، وسعر المتر بيبدأ من 115,000 لحد 125,000. الدور الرابع والخامس ده الطبي ومتباع بالكامل. وبالنسبة للمتاح في الإداري من الدور الـ18، وسعر المتر بيبدأ من 70,000 جنيه. أنظمة السداد مقدم 15% على 7 سنين، وفي مقدم 20% على 8 سنين، وفي مقدم 30% وأول قسط بعد الاستلام على 30 شهر، وفي مقدم 30% والباقي على 30 شهر مع خصم 30% وخصم الكاش 35%، وميعاد الاستلام في شهر 8 2025، والصيانة 10%. من الموقع هناك الأرض بتاعت المشروع، هما لسه طبعا ما خدوش الرخصة بتاعت الإنشاءات. عندي بعد كده مشروع دبل تو تاور لشركة النخيل للتطوير العقاري. الموقع بتاع المشروع يعتبر يعني برضو مميز جدا، قطعة مميزة هي القطعة ديت. تمام. طبعا المشروع دوت مساحة الأرض بتاعته حوالي 9,000 متر، عدد الأدوار أرضي و20 دور بخلاف البازمنت. طبعا الاستشاري الهندسي شركة معمار، شركة الإدارة والتشغيل بالنسبة للتجاري والمبنى بشكل عام شركة EFS.
هما جايبين كمان شركة الإدارة بالنسبة للوحدات الفندقية، شركة تايم هوتيلز. طبعا بالنسبة للمساحات والأسعار، في 2023 سعر المتر في الدور الأرضي بيبدأ من 204,500 جنيه لحد 275,300 جنيه. أقل محل متوفر في الدور الأرضي 46 متر مع أوت أريا 10 متر، السعر بتاعه بيبدأ من 10,191,000. سعر المتر في الدور الأول بيبدأ من 167,900 لحد 210,000، وأقل محل دور أول 75 متر السعر بتاعه عامل 12,676,000. المبنى الإداري طبعا، بالنسبة طبعا للإداري، بيبدأ من الدور الثاني للدور العشرين، وسعر المتر بيبدأ من 74,000 لحد 92,000، وأقل مكتب 35 متر في الدور التاسع هيبقى عامل 2,873,000. بالنسبة للمبنى الفندقي، احنا عندنا طبعا في مبنى هيكون إداري بالكامل وفي مبنى هيكون فندقي بالكامل. المبنى الفندقي من الدور الثاني للدور العشرين سعر المتر بيبتدي من 98,500 لحد 112,000. أقل وحدة فندقية 59 متر، السعر بتاعها هيبقى عامل 5,684,000. التقسيط مقدم 10% على 6 سنين، و15% على 7 سنين، و20% مقدم، والباقي على 8 سنين أقساط متساوية. الاستلام خلال 3 سنين، والصيانة بتكون 10%. وطبعا برضو المشروع لسه رخصة الإنشاءات ما طلعتش. طيب ده كده كان حصر عن المشاريع الأكثر أهمية في منطقة الـ MU7. حبيت أعمل لحضراتكم المراجعة السنوية لتحديث الأسعار ومقارنتها بالأسعار بتاعة السنة اللي فاتت. أنا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة من 2017، وظيفتي ومهمتي إن أنا بساعد حضرتك كعميل إن أنت بتدور عاوز تشتري حاجة، سواء إن أنت تشغلها بنفسك، هتفتح مقر مكتب، أو تشتري محل خاص بيك مثلا هتشغله النشاط الخاص بيك، أو حضرتك بتدور على الاستثمار بشكل عام. أنا وظيفتي إن أنا أوجه حضرتك حسب المتطلبات بتاعتك وحسب أولوياتك لشركات يكون موثوق التعامل معاها ويكون متوافر فيها المواصفات اللي حضرتك بتدور عليها، والأهم طبعا إن هي تكون في حدود الميزانية بتاعت حضرتك. الخدمة دي بتكون مجانية. طبعا بنقدر ان احنا نعمل مقارنات بكل حيادية، بنوضح نقاط القوة، بعض الكومنتات اللي ممكن تكون سلبية بالنسبة لك، بحيث يبقى فيه حيادية في الموضوع بشكل كامل. الخدمة بتكون مجانية تحت امر حضراتكم في اي وقت، رقمي ظاهر على الشاشة، كمان في لينك موجود في اول الوصف، حضرتك اول ما بتضغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. تواصلوا معايا وتحت امر حضراتكم في اي وقت. شكرا.